طلع هذا اذا هذا المحرك هون عندي ستيبر موتور اذا بتلاحظوا في عندنا طالع طرف طرفين من هون وطرف طرفين من هون واذا مشينا بهدول خلينا نشوف شو بصير عم بدخل هذا الطرف اللي هو الابيض دخل في هذا الكويل هاي بول اذا هون خلينا نسمي هذا ايه بعدين طلع السلك من هون دخل في هذا التيرمينال وطلع من هذا التيرمينال لاحظوا هون دخل بالعكس هون دخل من الجهه هاي بس هون فاحتمال كبير انه الكرنت لما يمر اذا عمل هذا نورث راح يعمل هذا ساوث Does that make sense ولا غلط نورث ساوث نورث ساوث فهذا راح يمر من هون راح يرجع من هون هي هون كانه عندي هذا A داش بعدين راح يطلع من هون هذا كانه A بعدين طلع من هون ودخل بهذا بالعكس كمان وبعدين طلع الطرف هذا فكانهم الطرفين هذول وطرفين A A داش وهذا صار A A داش A أربعة بولز إذا عندي هون 4 بولز بير فيز وعندي 2 تيرمينالز طلع من هذا الفيز فهذا باي بولر اطلع على الثاني وين السلك تبعه إجا هون السلك تبعه هي واحد هي اثنين هي ثلاثة وهي أربعة مظبوط هيك ولا أنا غلطت بشيء هذا راح من هون لا مرة ثانية هي هذا دخل من هون هذا نعتبره بي دخل من هون وين الطرف الثاني تبعه هي مش هيك وهي بي داش وبعدين طلع من بي داش من هون اجى على هذا هي بي وبعدين هذا السلك راح من هون وهيك طلع ايوه فهذا بي داش وطلع معنا هذا من هون فصار عندي اذا تو فيزز فور بولز بير فيز وباي بولر اوكي ماشي واضح اذا هذا مختلف عن المحرك اللي احنا صغير اللي اطلعنا عليه من هنا